احتفل المواطنون بمحافظة بورسعيد بعيد الميلاد المجيد وسط أجواء احتفالية شهدتها كنائس المحافظة. وأدى الأنبا تدرس مطران بورسعيد وتوابعها قداس عيد الميلاد المجيد في كنيسة ماري مرقس بمدينة بور فؤاد وسط حضور المئات من أقباط المحافظة. قول إن عيد جديد ويوم جديد بيجمع بين كل طوائف الشعب المصري على قلب رجل واحد، بيهنوا الإخوة المسيحيين بعيد، كلنا بنعتبره عيدنا، كلنا عيد الشعب المصري، كل أعيادنا أعياد مشتركة بنشوف فيها المحبة، بنشوف فيها الإخاء اللي موجود بين المسيحيين والمسلمين. ما بنحسش في بورسعيد بموضوع مسلم ومسيحي، كلنا شعب مصري، كلنا مواطنين مخلصين. كل سنة وانتم طيبين، كل سنة ومصر طيبة. النهاردة يمكن جينا نشارك أخواتنا في الوطن، أخواتنا الأقباط، جينا نوزع عليهم الهدايا ونقول لهم كل سنة وحضراتكم طيبين وكل مصر سنة ومصر طيبة وبخير إن شاء الله. دي الوحدة الوطنية اللي احنا عايشينها، اللي احنا عايشينها في مصر، الحمد لله. يعني كل سنة وانتم طيبين. احنا دايما بنحس بأعياد مصر كلها، ان مصر العيد كلها ليه، العيد كله كله لمصر سواء مسيحيين والمسلمين، مش بنحس بفرق خالص. مصر كلها والدنيا كلها والشباب الصغير كده زي ما انت شايف كده كله مبسوط. واجا النهارده سيادة الرئيس بعت لنا هدايا كده حلوه في لحزب مصاب الوطن بعتهم وكده، وكل سنه وانتم طيبين ودايما مصر بخير وتحيا مصر ان شاء الله. يعني ما فيش فرق بين مسيحي ومسلم، احنا كلنا واحد، وبجد يعني بنتبسط قوي لما نشارك بعض المناسبات الحلوه دي. كل سنه وانتم طيبين، وتعبناكم ان انتوا جيتوا النهارده، وكل دي عادتكم كل سنه، ومش حاجه جديده يعني على المسلمين والمسيحيين بورسعيد بالذات. مشهد طبعا كله محبه، واحنا فرحانين جدا بحضوركم معانا النهارده. مشهد النهارده مشهد بينم على انه مصر كلها نسيج واحد. يمكن احنا شايفين النهارده في الكنيسه في مدينه بور فؤاد كل اخواتنا المسيحيين اللي احنا موجودين معاهم، اخواتهم المسلمين جايين يهنوهم وجايين يباركوا لهم بمناسبه عيد الميلاد المجيد. طيبين ومصر بخير وتحيا مصر.